بتمويل من طرف الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، افتتح اليوم بطنجة مركز للتوجيه الوظيفي والذي يعنى بشريحة الشباب الباحث عن الشغل عبر تقديم خدمات استشارية وتوجيهية قصد إدماجهم في سوق العمل. روبورتاج فؤاد العزوزي وفريد غيتشو. هذا المركز للتوجيه الوظيفي الذي فتح أبوابه اليوم بطنجة هو ثاني مركز يفتتح بعد مركز مدينة الدار البيضاء. هو فضاء للتواصل بين الشباب والفاعلين في مجال المقاولات والمهنيين ومؤسسات التكوين، ومركز يعنى بمساعدة الشباب في إيجاد فرصة عمل. كنلقاو دي بروبليم ديال التوجيه، شنو الخدمة اللي أنا مناسباني، شنو اللي خصني ندير، كيفاش غنصاوب هاد السيفي. بزاف كيبغيو يقلبوا على ستاج، حتى من السيفي كيلقاو صعوبة أنهم يصاوبوه، ولا حتى لا صوبيس يكون فيه دي فوت، ولا كيفاش يكون ديك البيرسوناليتي ديالو، فاش انه كيبريزونتي راسو في ديك لونتروتيان. المتدربين ديال المركز ديال مكتب التكوين المهني غيكون عندهم فرصه للتواصل مع الفاعلين في سوق الشغل من مؤسسات مهنيه، من مقاولات، من الفيدراليات المهنيه، وكذلك مكاتب التوظيف. كارير سنتر أو مركز التوجيه الوظيفي الذي أقيم بجانب مراكز التكوين المهني بطنجة أنجز بشراكة ما بين الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. نسعى إلى تعزيز قابلية الشغل لدى نحو 100,000 من الشباب الذين سيستفيدون أيضا من الخدمات المقدمة بموقع كارير سنتر. التكوين فيما يخص لي سوفت سكيل اللي هما نقولوا المهارات غير التقنيه، هذا شيء مهم لان كنعرفوا بان الكثير من الخريجين عندهم واحد النقص في هذا الجانب. هذا مركز التوجيه الوظيفي المقبل سينجز بمدينه مراكش على ان يتم احداث 6 مراكز تعنى بالتوجيه الوظيفي والمهني، قد تكون احد الحلول المساعده لشباب باحث عن فرص عمل.